انا موافق ان احنا نتجوز. جد يا حسن؟ بجد، بس على شرط الجواز ده هيفضل سري. يعني ايه؟ يعني سري بيني وبينك. لا لا، انا مش هتجوز عرفي. العرفي ده سكته وحشه قوي يا حسن. هو حد جاب سيره العرفي؟ انا وانت هنتجوز عند مأذون شرعي على سنه الله ورسوله زي ما الكتاب بيقول، بس مش هنبلغ ولا هنعلن حد. وده يبقى جواز ازاي يعني واحنا بنعمل حاجه مسروقه؟ وبعدين ده مش عيب ولا حرام يعني نخبيها ليه؟ هو ده يبقى جواز برضو يا حسن؟ طبعا جواز شرعي واتنين شهود، وانت برضو ممكن تبلغي صحابك المقربين دول. احنا محتاجين ان كل الناس تعرف ليه. عشان عايزه كل الناس تعرف اني بحبك يا حسن. اهم حاجه ان انا اعرف ان انت بتحبيني. تمام، في حاجة تانية فيه؟ لا شكرا يا حبيبي، شكرا. طب وانت بتحبني يا حسن؟ ما تقلع النضارة دي يا حسن، انت لابس نضارة شمس ليه واحنا قاعدين هنا؟ هو انت ناسية ان انا شيخ؟ ما ينفعش اتشاف بصحبة امرأة غريبة، ده شيء مش كويس. اني استخرت الله العظيم وقبلت الزواج منك، وقبلت الزواج منك على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، والحضور شهود على ذلك، والحضور شهود على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل، والله خير شاهدا ووكيل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تفضلي لو سمحتي من هنا. أنت فين؟ تفضلي. توقيعك يا شيخ. ألف مبروك. تفضلوا يا جماعة، ده رز بلبن من اللي وصى عليه لقمان. تفضل. تفضل يا مولانا. تسلم إيدك من يد الأعدام. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يا شيخ حسن، نستأذننا بقى. طيب استناني يا مولانا، انا جاي معاك. تحت امرك. السلام عليكم. اتفضل. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا رب. معلش يا حبيبتي، انا هنزل اوصله عشان انا منزله من بيته وهو تعبان، مش هتاخر عليك. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فلندعو لهما جميعا. اللهم بارك لهما. آمين. اللهم بارك عليهما. آمين. اللهم اجمع بينهما في الحلال. آمين. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا شيخ حسن. الله يبارك فيك يا مولانا، وتتفضلوا. إيه ده يا شيخ حسن؟ رز بلبن برضه من اللي وصى عليه لقمان؟ لا، المرة دي عاشور. وماله يا سيدي؟ كلها نعم ربنا. بقول لك يا شيخ حسن، أنا عايزك تعدل ما بين العاشورة وبين الرز ابو لبن، يعني معلقه من هنا ومعلقه من هنا، مش معلقه من هنا ومغرفه من هناك. والله دمك زي العسل. طيب استاذن انا بقى. طب استناني يا مولانا، انا هنزل اوصل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. توصل مين بقى يا حسن؟ بقول لك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا، فمش معقوله يعني اسيبه يروح لوحده. نزل مخصوص ايه؟ ما هو يروح لوحده، يعني معقوله توصله وتسيبني انا؟ مسافه السكه وراجع. بعدين احنا اتجوزنا قبل كده، انت ليه بتتعاملي يعني على اساس ان هي ليله الدخله؟ انا مش فاهمه يعني. يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه ذوق وواجب. الراجل جالنا مخصوص من اخر الدنيا. جاي من اخر الدنيا يعني جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك؟ بيان، بعد العيد ما يتفتلش كحك. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا حسن؟ يعني احنا اتجوزنا قبل كده، وده بس اشهار وتعليق الجواب، فتصرفي عادي يعني وما تقوليش ان ده يوم جوازنا كده يا حسن. ما تزعليش يا قلب حسن، انا هنزل بقى عشان الناس مستنيه تحت، ولا ترضي يقول على جوزك قليل ذوق؟ لا طبعا، كلك ذوق. حسن، انت بتلبس؟ اه. لبس خروج؟ ايوه. مش مصدقك يا حسن. سايبني وخارج بعد اول يومين جواز؟ يا حبيبتي، لازم تعرفي في الاول ان احنا مش متجوزين جواز تقليدي، عشان تقعدي تقولي لي بقى لنا يومين وازاي تنزل والكلام ده. ثانيا يعني يا روح قلبي، انت متجوزه راجل داعيه؟ يعني زي الدكتور. ماليش مواعيد شغل. يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدك. انا بتاع ربنا.
ربنا بقى قال لك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجه ان هي تطيع جوزها عشان طاعتك ليا هي اللي هتدخلك الجنه في الاخره. انا عايزه ادخل جنتك في الدنيا قبل ما ادخل جنه ربنا في الاخره يا حسن. يعني ايه يا خوخه؟ انا عايزه اتهنى بيك يا حسن. خوخه لازم تعرفي كويس ان انا متجوز الدعوه. وانا ماليش دعوه، انا مراتك وليا حق عليك. طيب انا نازل دلوقتي، عايزه حاجه؟ نازل رايح فين؟ نازل عندي درس. درس الساعه 11 بالليل يا مولانا؟ اه 11 بالليل بعد قيام الليل والتهجد. السلام عليكم. خوخه انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه بتعمل ايه هنا يا شيخ حسن؟ بتدي درس الدين ولا معتكف في شقه مفروشه؟ انزلي انت دلوقتي وانا هحصنك وافهمك على كل حاجه. طب مش تقولي اتفضلي، مش اكرام الضيف واجب برضه ولا ايه؟ انا مش ضيفه، ده انا مراتك. اوعى هتهدي شويه ووطي صوتك. ليه؟ وطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يفضل سري، وانت كده هتخلي الجيران تعرف. جيران؟ انا هخلي الدنيا كلها تسمع، ده انا هفضحك في كل حته. يا خوخه استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. لا ننزل فين؟ ده انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اصلي عايزه افتوى النبي يا شيخ حسن. هو ايه بقى حكم الدين في عقاب الشيخ الزاني؟ تصدق ان انا مش هرد عليكي، لان الكلام ده ما يتردش عليه اصلا. الظاهر ان انت اتجننتي. تصدق ان انت خساره حتى تدفن في وشك. فين الجربوعه بتاعتك؟ فين الجربوعه الزباله بتاعتك؟ هي فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ انت مش عارفه ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عره يا زباله يا المامه. قلت لك ما تهدي بقى يا خوخه وانا هفهمك على كل حاجه. فهمني ايه؟ ما فهمت خلاص. فهمت هي ضربة التحجيبة وقاعدة على المكتب وانت ضرب السبحة والدقن وكذب في كذب في كذب. احترمي نفسك وشوف انت بتكلمي مين. انا مش راضي ارد عليك عشان حسنتي واقف. حسنتي؟ ما اسمك حسنتي يا عرة الرجالة. اسكتي انت يا بيان، وانت بقى انا هفهمك على كل حاجة واحنا مروحين. ايه تروح يا حبيبي واحنا لسه قعدنا مع بعض زي كل مرة؟ كل مرة؟ انت بتخدني بقالك قد ايه يا حسن؟ بيان قلت لك بطلي استفزاز بقى. الله ليه يا حسن؟ ليه يا حسن انا قصرت معاك في ايه؟ دي يا حسن ليه؟ ده انا حبيتك واديتك كل حاجه، كل حاجه يا حسن، اديتك كل حاجه كل حاجه. يا جماعه بس كده عيب ما يصحش. ما يصحش؟ وهو ده اللي صح؟ هو ده اللي صح يا شيخ بتاع ربنا اللي ما تعرفش ربنا؟ بنت اطلعي بره بسرعه بدل ما اعرفك مقامك ورجعك لاصلك الوطي. وطي؟ واطية يا بنت الواطية والنبي لوريكي. تعالي هنا يلا. يا نهار اسود انت قتلتيها.